بدأت الحدوتة مع جيسي وحبيبها رين وهم شغالين في نفس المول مع بعض وعلى وشك انهم يخلصوا شغل، ولكن ظهر شخص مقنع بشكل جمجمة وبدأ يطرد جيسي وهو بيحاول يخلص عليها. حاولت تتصل بالشرطة لكنها ما قدرتش تكمل كلام من مطاردة الشخص المجهول ده، ولما قدرت انها تضربه بحاجة على دماغه عشان تجري وتهرب منه لحقها وطعنها من ظهرها وبدأ يهاجمها بوحشية. والصدمة كانت انها لما شالت القناع من على وشه طلع هو حبيبها رين، وفي الوقت ده دخل شرطي بسرعة وضرب رين بالنار وخلص عليه. بعدها بنشوف دينا وهي تكتب كلام عتاب لصاحبتها سامانتا، واخوها هو بيتكلم على النت عن الحوادث اللي بتحصل وتاريخها القديم، وبيظهر انه مهتم بالموضوع جدا ومعتقد انه له علاقه بساحره شريره تم التخلص منها زمان. حتى صاحبها في المدرسه قالوا لها الظاهر ان لعنه الساحره الشريره رجعت تاني، فدينا قالت لهم انتوا شكلكم اتجننتوا انتوا كمان وبتصدقوا الهبل ده. راين ده ممكن يكون عمل كده لانه كره حياته وعنده دوافع تانيه غير اللي انتوا بتقولوها. وقالت بعدها لصاحبتها خدي الصندوق ده اديه لسامانتا عشان انا سبت فريق التشجيع ومش هحضر الماتش اللي يجمع فريقنا بفريق. ولكن صاحبتها قالت لها تلبس ازاي وتروح معاهم عشان تقابل سامانتا بنفسها. ولما دينا راحت للتجمع اللي قبل يوم الماتش شافت سامانتا الاكس بتاعتها في علاقه جديده مع شاب، فخرجت من المكان وراحت طلعت من البوكس شريط الاغاني اللي كانت حاطه لها، وراحت دق لها البوكس برجلها وقالت لها دي حاجتك اللي كانت عندي، وبداوا يتخانقوا مع بعض عن مين فيهم اللي ساب وباع وهنت عليه الليالي. وبعد ما الفريقين اتخانقوا مع بعض حبيب سامانتا وصاحبه طردوا اتوبيس مدرسه دينا، فالاخيره حبت ترمي عليها ميه عشان تبعدهم عن الاتوبيس بتاعهم. ولما كيت قالت لدينا مناخيرك تنزف دينا اتخضت والصندوق وقع من دينا غصب عنها وتسبب في تغيير مسار العربيه وعملوا حادثه. سامانتا لما لمست نزيف مناخيرها وحطت ايديها على الارض لمست شيء مجهول خلاها تشوف تخيلات للساحره الشريره. دينا جت عشان تطمن عليها وتعتذر لها وتقول لها انها ما كانتش تقصد اللي حصل. ولما صاحبهم جه وحب يساعد سامانتا الاخيره رجعت دم على هدومه. ولما الشرطي جه وقال لها ان سواق الاتوبيس بيقول انك فتحت الباب الخلفي عشان ترمي حاجه على عربيتهم، دينا قالت له ان ده ما حصلش وكل قال نفس الكلام عشان يبعدوا الشرطه عن الموضوع. وحبيب سامانتا وهو عمل نفسه حاضن دينا قدام الشرطي قال لها انا هخلص عليكي انت واصحابك اللي كانوا معاكي يا ملعونه. المكان اللي العربيه خبطت فيه شكله كان فيه حاجه غلط. المهم بعدها بيومين دينا شافت في الاخبار لقاء للكلام عن حادثه المول اللي خلص فيها ريان على حبيبته قبل ما الشرطي يجي يخلص عليه. ولما اتصلت بالمستشفى عشان تطمن على سامانتا ام الاخيره قالت لها انت هتدمري حياتها وطلبت من دينا ما تتصلش تاني. في الوقت ده جرس الباب رن ولما فتحت لقت واحد لابس نفس اللي كان لابسه ريان، فافتكرت ان ده حبيب سامانتا وبيخوفهم زي ما هددها. وفضل المجهول ده بيجي لها من هنا وهنا حوالين البيت وفجاه اختفى، فاتصلت بصاحبتها عشان تعرف اللي حبيب سامانتا بيعمله، الا ان صاحبتها قفلت عشان سمعت صوت. ولما راحت عشان تشوف في ايه لقت المقنع المجهول ده بيفتش في الهدوم لحد ما لقت تيشيرت صاحبهم اللي سامانتا رجعت عليه الدم وطعنه وهرب من المكان. اجتمعوا في بيت دينا وقرروا انهم يروحوا لسامانتا في المستشفى عشان تحط حد لعمايل حبيبها. ولما دينا قالت لسامانتا حصل من حبيبك كذا وكذا، سامانتا قالت لها ان حبيبها كان موجود معاها من بدري وهنا جه حبيبها وكان معاها في المستشفى فعلا، ولكن دينا فضلت تقول لها تبطل تتستر عليه لانه مجرم وحاول يأذيهم. وفي اللحظه دي المقنع المجهول ظهر من وراه وخلص عليه، فدينا اخذت سامانتا وطلعت تجري عشان يستخبوا. ولما اتصارعوا معاه وقدروا يوقعوا على الارض القناع وقع من عليه، والصدمه الاكبر كانت انه ريان اللي المفروض ان الشرطي ضربه بالنار وخلص عليه، فازاي ده لسه عايش؟ فهربوا من المكان بسرعه وراحوا لقسم الشرطه، ولكن الشرطي كان شكله شايفهم مجانين وبيقول لهم انتوا جايين تعملوا بلاغه عن واحد زميلي خلص عليه قبل كده. ولما جه الشرطي قال لهم هو ده ريان توريس ووراهم صوره وهو واخد رصاصه في دماغه، فدينا قالت له انا متاكده من اللي انا شفته في المستشفى. فالشرطي قال لهم احنا بيجينا بلاغات مزيفه كتير عن ناس بتقلد قناع جمجمه ده. في اللحظه دي جه شرطي زميله وقال له روح لحاله الطوارئ في المستشفى وسيبهم لي انا هتعامل معاهم. اول ما دينا لاحظت ان سلاح الشرطي سهل المنال فكرت في سرقته، فافتعلت معاه تشابك وخناقه سريعه عشان تسرق منه المسدس. في الوقت ده كان صاحبهم وهو في الشارع سمع بنت بتغني فرح لها، واول ما كلمها طعنته في رجله بسرعه وقعته على الارض وحاولت تخلص عليه، لكن دينا قدرت تتدخل وتضربها بالنار في توقيت اكتر من مناسب، لان الغريب ان البنت دي رجعت للحياه بسرعه جدا ولا كان الرصاص اللي اتضرب عليها كان له اي تاثير. ولما صاحبهم بدا يوصفها اخ دينا قال له هي كانت بتغني ومعصم ايديها في جرح كبير، فصاحب دينا استغرب هو عرف ازاي، فاخ دينا قال لهم ان دي اسمها روبيلين، واحده كانت بتغني وهي بتخلص على حبيبها واهلها واصحابها وبعدها خلصت على نفسها. كيت قالت له انا ما سمعتش عن الحادثه دي، فقال لها لانها حصلت من 30 سنه، وقال لهم ان روبي هي واحده من الكيلرز المعروفين في تاريخ المدينه بتاعتهم، وعرفهم على واحد تاني بيخلص على الضحايا ببلطه كبيره واخرهم صاحب قناع جمجمه. ولما سامانتا تعبت فجاه ودينا راحت تطمن عليها اعتذروا لبعض عن اللي فات، واخ دينا قال لهم ان زمان كان في ساحره اتشنقت عشان بتمارس السحر، ومن وقت ما اتشنقت وهي بتمس الناس وتحولهم لارواح شريره بيخلصوا على الناس. فكيت قالت له حتى لو كلامك صح ولعنه الساحره دي طلعت حقيقيه، ليه احنا بالذات اللي بتطردنا اتنين من الارواح الشريره اللي هي مستهم؟ فسامانتا قالت لها عشان انا شفتها يوم عملنا حادثه بالعربيه، فقرروا انهم ياخدوها ويروحوا لمكان الحادثه عشان يعرفوا
يعرفوا سر اللي بيحصل. ولما سامانثا فتشت لقت سلسله قديمه جدا كانت الساحره متكتفه بيها ولقوا الهيكل العظمي بتاعها. فكيت قالت ان كده ربما نكون فهمنا سبب غضب الساحره، وهو ان سامانثا لمست قبرها وهم بيحاولوا يلموا عظمها عشان يدفنوه. مناخير سامانثا نزفت تاني، ولما لمست العظم بايد فيها نزيف مناخيرها شافت هلاوس بان الساحره بتنادي عليها. بعد ما دفنوا عظمها كيلر البلطه جرى من جنب اخ دينا عشان يخلص على سامانثا، لكنهم قدروا يركبوا في العربيه بسرعه ويهربوا من المكان. وهم في العربيه سامانثا قالت لهم انا شفت الساحره تاني وهم بيطردوني انا مش انتوا. فاخ سامانثا قال لها عشان كده جرى من جنبي من غير ما يأذيني. فدينا قالت لهم لا، ما صاحب قناع جمجمه حاول يهاجمكم انتوا كمان. فكيت قالت لها لا، هو كان بيهاجم التيشيرت اللي عليه دم سامانثا. ولما دينا قالت لهم انه جلبتهم، كيت قالت لها لان جزمتك عليها نزيف من سامانثا. وهنا اخ دينا قال لهم لو هم بيطردونا عشان سامانثا خلينا نسيبها لهم ونمشي. ولكنهم بعدها راحوا للمدرسه عشان يمسحوا اي نقطه دم عليهم، وعملوا فخ لمجموعه الساحره الشريره عن طريق رسم مسارات من دم سامانثا عشان يوصلوهم لمكان معين كلهم يخلصوا عليهم. وبالفعل الارواح اللي الساحره بتحكمهم مشوا مع مسارات دم سامانثا وما شافوش اي حد من الموجودين لان هم بيمشوا ورا مكان الدم بس. واول ما دخلوا كلهم للحمام سامانثا هربت، قفلوا عليهم من بره وفجروا الحمام لحد ما خلصوا عليهم. ولكن المرعب والمخيف ان الدم بدا يتجمع تاني على شكل ايد الساحره الشريره، فجري وقفلوا على نفسهم في مكان لحد ما لقوا حل. ولكن شرير البلطه لحقهم، كيت قالت احنا بالشكل ده مش هنقدر نخلص عليهم فخليهم ياخدوها بدل ما حيواتنا كلها تنتهي هنا. ولما دينا حاولت تدافع عن سامانثا كيت قالت لهم دول وحوش قويه جدا لا نافع فيهم للضرب ولا تفجيرات، واحنا مش هنقدر عليهم ولا نتخلص من سامانثا. الاخيره قالت لها انت عندك حق، انا مش هعرضكم للخطر واخرج لهم. ولكن بعد ما خرجت اخ دينا اكتشف ان في واحده نجت من الساحره دي قبل كده، فراحوا مدخلين سامانثا بسرعه وفضلوا يدوروا على الست اللي نجت من الساحره وحاولوا يتصلوا بيها، لكن الانسر ماشين هو اللي كان بيرد عليهم وواحد من الكيلرز كان بيحاول يقتحم المكان. وسامانثا اكتشفت من المقال ان الست اللي نجت دي فقدت حياتها الاول وبعدها بدقايق انعشوها فتخلصت من لعنه الساحره الشريره، وقالت لدينا هي دي الطريقه للتخلص من الساحره وارواحها الشريره، لازم سامانثا تفرق الحياه لدقايق ويحاولوا ينعشوها وبكده هتتخلص من اللعنه. فهربوا وراحوا للمتجر اللي بيشتغل في صاحبهم، جاب لهم براشيم هتخلي سامانثا تفرق الحياه ومعاهم حقن ادرينالين عشان ترجع تنعش قلبها تاني. بدوا يقسموا الحبوب دي لثلاث مجموعات تاخدهم سامانثا، وراحوا واخدين من دمها على كل هدومهم عشان يشتتوا الارواح الشريره عنها. ولما سامانثا كانت خايفه وقالت لدينا ان ممكن حتى تنتهي وما يلحقوهاش، دينا طمنتها وقالت لها زي ما دخلوا المكان ده مع بعض هيخرجوا منه مع بعض. وبدات سامانثا تاخد الحبوب وتهلوس وما قدرتش تكملها للاخر. في الوقت ده كانت الارواح اللي لعنتها الساحره الشريره جت للمكان، ولكن كيت شتتت الانتباه وسرعان ما صاحب قناع الجمجمه بدا يهاجم كيت. وفي الوقت ده كانت دينا بتحاول تخلص على سامانثا عن طريق تغرقها في حوض السمك. كيلر قناع الجمجمه طعن كيت وخلص عليها بطريقه وحشيه جدا، وجا كيلر البلطه الكبيره وخلص على صاحبهم التاني. ولكن قبل ما يخلصوا على اخوها قدرت انها تخلص على صاحبتها وتخلي الارواح الشريره دي تختفي. ولما حاولت ترجع صاحبتها للحياه الموضوع بدا يميل للفشل، لكنها في النهايه قدرت ترجع تاني للحياه بسرعه وتخلص من لعنه الساحره الشريره. ولكن الليله ما خلصتش على كده، المهم انهم خبوا كل حاجه عن الشرطي لانهم كانوا عارفين انه هيكذبهم، وواحد محبوس ظلم في حادثه رايان وجيسي طلب مساعده اخ دينا، فالاخير عملوا دبوس عشان يقدر يفك نفسه فيما بعد. المهم ان نهايه الفيلم كانت مثيره حبتين ثلاثه، دينا وسامانثا الدراجات فئه قسم النواعم رجعوا لبعض تاني. وفي ليله رن التليفون وكانت الست اللي اتصلوا بيها لما كانوا في المدرسه، ولما دينا قالت لها خلاص احنا حلينا الموضوع وخلصنا من الساحره الشريره، الست قالت لها ان الساحره الشريره مش سهل التخلص منها، وكان بالفعل في اصوات بتهلوس في دماغ سامانثا وقتها، ودينا ما خدتش بالها غير وسامانثا طعنها في بطنها، ودارت بينهم خناقه وتشابك وكان واضح ان سامانثا كانت ملبوسه بروح شريره فعلا. بعدها بتروح دينا لاخوها وتاخده وتوري سامانثا وهي ربطها بسلك التليفون، وبتزوم كانها فك مفترس عايز ياكل لحمهم، وتوعدت بانها ترجع سامانثا لحالتها الطبيعيه، وبكده يكون انتهى الفيلم. وكتقييم لي كفيلم رعب فانا حسيته مبني على استراتيجيه الخض اكتر من كونهم اهتموا بانهم يركزوا في بنايه احداث اقوى تخليك مشدود اكتر للفيلم، واعتقد ان التقييم 4.5/10 كفايه جدا عليه. لو عجبكم ملخص الجزء الاول من الفيلم وعايزين ملخص الجزء الثاني عرفونا في التعليقات وقولوا لنا لو عندكم افلام او مسلسلات معينه عايزيننا نلخصها لكم الفتره الجايه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.